حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، وحلقة جديدة من برنامج وتحلو الحياة. سنقف في حلقة اليوم مع حال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ومع حال الدعوة إلى الخير في ميادين الخير. الدعوة إلى الله تمثل لي كما ذكرت في إحدى مقالاتي السعادة. جميل. أنا قلت من كان يبحث عن السعادة فلم يجدها فعليه بالدعوة إلى الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وضعنا أمام حقيقة فلسفة جميلة جدا في الدعوة، فقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فنحن أمام ثلاثية التكليف والتشريف والتخفيف، فالإنسان أن يدعو إلى الله عز وجل وأن لا يثبطه الشيطان، فإنه من مداخل الشيطان.